أخبار اليوم. الطلب اللي احنا بنطلبه البلاغ اول ما بيجيلنا بيدوس على جرس بينتقل اول طلب اذا كان الموضوع الحريق محسوب. اذا احتاجنا حاجه او شيء من الاستغاثه يبقى في طلب تاني وطلب ثالث وعندنا اكتر من طلب وكل طلب قدامه ماسوره وقدامه فوق المكان بتاع الاعاشه في تجهيزه تعتبر من ضمن التجهيزات المتقدمه قوي على مستوى المحافظه ويمكن بالمقارنه بالمحافظات التانيه. بدل الحريق طبعا بيبقى دي سبيشال شويه في تفاصيلها والماتيريال بتاعتها وكل حاجه لازم تكون واخده مطابقه لمواصفات سياسيه سواء دوليه سواء اوروبيه او امريكيه. ف الماتيريال بتاعتها بتبقى حاجه زي كوميكس او كيفلر عليها مبينات فسفوريه عشان تقدر يبان من بعيد ونقدر نعرفه في الحريق ونميزه. في معلش كان كده في الابروف بتاعتها عشان ما تبقاش مش هيفتح لغايه الاخر يبقى في ابروف للبدله هنا في بدله دنمارك اسمها فايكنج. البدل الحريق تلاقي حضرتك فيها مطابقه بالشكل ده. تجهيزات الحمايه المدنيه عندنا الخوذه برضه فيها حمايه من الصدمات وفيها حمايه كمان ضد الايه ضد الاضطراب للنار وبرده واخده مطابقه بس مطابقتها بتبقى مختلفه عن الايه المطابقه بتاعت بدل الحريق اللي هي احنا كان زمان بنشتغل بحاجه اسمها جهاز سحب الاكسجين يدخل على البطروقات يعني مين اللي بيشتغل في البيزمنت اي حرايق للبيزمنت كنا بنشتغل بطريقه سحب الدخان. لقوا طريقه سحب الدخان اللي فيها مشاكل انها بتعمل تزود الحريق بتعمل بوست نتيجه الخلخله اللي بتحصل. فقال الجديد الفلسفه الجديده ان انت بتشتغل بطريقه طرد يشتغل نظريه ان الفوم الهواء يزقه في ضغط كبير فبيعمل حاجه اسمها ستيك يقفل على الحريق ويطفيه. احدث من احدث الاجهزه اللي موجوده واحنا اشتغلنا بيه في الاداره العامه للحمايه المدنيه وجبناه هنا لمحافظه الاقصر. بلاغ انقاذ وانهيار منازل فبيبقى عندنا حاجه زي كده نقدر نشوف المحصورين او الضحايا. طبعا هو ده بيحصل للمحصورين بحيث